عايز اقول لك ان انا مش ناسي حقك يا سيد، حقك هيجي بس لا ابني الاول. مال ابنك ومال الموضوع ده يا جعفر؟ تعرف كل حاجه في وقتها، كله بوقته. عايز اعرفك ان كرامتك من كرامتي يا سيد، مش جعفر العمده اللي سامح في حق اخوه ولا اللي يسمح ان اخوه يتهان وهو عايش. انت تعبت من شيلتك ليا يا جعفر صح؟ بقيت تقيل عليك يا اخويا مش كده؟ لا يا سيد، عمرك ما كنت تقيل عليا. كل الحكاية اني سمعت كلام ما نمنيش الفترة اللي فاتت. كلام ايه ده يا جعفر؟ نشاوي عارف مكان ابني، مع ان بلال الشامة بيقول ان اللي عمل كده حد من اهل بيتك قبل ما يموت قال لي كده يا سيد. انا مش عارف اعمل لك ايه تاني، احلف لك على اهدى يا سيد اهدى، انا جاي اطمنك، انا مش جاي اتهمك، جاي اطمنك ان حقك هيجي بس كله بوقته. طب ما فكرتش ليه انها ممكن تكون وداد يا جعفر؟ خير خير اخويا.